هذا هو قوس النصر الذي نتواجد الآن فيه بعد تطهير وتأمينه من قبل قوات المقاومة، وتأمين أيضا المناطق المحيطة بهذه بقوس النصر. وهذه هي الكونتيرات التي وضعتها الميليشيات الحوثية لمحاولة إعاقة تقدم قوات المقاومة، وتنتشر في هذه الأثناء قوات المقاومة لتطهير وتأمين هذه المناطق كما تشاهدونها. شبكات العبوات الناصفة التي تزرعها الميليشيات الحوثية كما زرعتها في مصنع الحديد والأواني البلاستيكية، وهذا هو المصنع الذي انفجر وانفجرت به هذه الشبكات التي تحاول إعاقة تقدم قوات المقاومة، ولكنها لم تفلح أبدا. ياسين الرضوان، سكاي نيوز عربية، من منطقة قوس النصر.